عن المخ شنو يحب حتى يعطينا قدرات قوية؟ شوفوا دائما المخ يحب الكيتونيات، يعني شنو؟ يعني يسوون نظام الصيام وتقطع، بعد فترة خلاص ماكو سكر، أو مثلا يسوون الكيتو تطلع هذه الكيتونيات. الكيتونيات هذه تغذي خلايا المخ، المخ وايد يحب الكيتونيات، وهم موجودة بزيت جوز الهند، هذا متحول كيتونيات خالص، مو ننطر نسوي كيتو عشان الكبد يحول يطلع لنا كيتونيات، لا، جوز الهند بسرعة على طول يوصل المخ. عشان كذي عطوه حق عيالكم بين فترة وفترة، اخذوا ملعقة زيت جوز الهند. شنو اتفقنا؟ المخ يحب الكيتونيات، ولكن أسرع شيء يوصل له السكر، يعني عندنا اثنين دائما السكر أسرع شيء يوصل له، هو يقدر يعيش على السكر ويعطينا إبداعاته بالسكر، ولكن دائما يفضل الكيتونيات. أكل سكر مو مشكلة، ولكن بين فترة وفترة دخل زيت جوز الهند ملعقة، كذي أمورك طيبة. عطوا حق اليال بين يوم ويوم كذي. قبل رسالة حق خواتي.